من الكتاب والسنة بفهم السلام. طبعا الأمة الإسلامية يا جماعة ما ضاعت إلا بسبب العقائد الفاسدة، وأعظم وأخطر نشرها الصوفية، والصوفية أكثر من الشيعة في العالم بالمناسبة، يعني عدد الشيعة وعدد الصوفية في العالم ما في مقارنة ذاته. فالصوفية هم سبب البلاء في العالم كله، كل العالم الإسلامي وغير الإسلامي، لأنه حتى الصوفية في ألمانيا وإيطاليا وبتاع بيجي الزول الخواجة اللي كان يهودي أو نصراني ده يسلم بيلقى الطريقة البرهانية، بيقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، بيسوقوا يعبد قبة البرهان، يبقى مرق من لا إله إلا الله، دخل بالباب ومرق بالشباك، والله العظيم جد ما في حاجة. وكان خير أول، لأنه الآن قايل نفسه شنو؟ قايل نفسه مسلم، أخير قبل عارف نفسه كافر، الآن قايل نفسه مسلم هو مشرك. دي مصيبة، دي ميتة وخراب ديار. فهم اللي خربوا حتى الاقتصاد تاع المسلمين، لأنه لما ظهر الشرك وانتشر الشرك عند المسلمين ربنا جوعهم وأهلكم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما أشركوا يعني. فلما أشركوا ربنا أهلكم بالجوع وبالأمراض وبالحروبات، والمسلمين الآن ضعيفين، أقل يهود ولا أقل نصارى بأقل أسلحة يدرش المسلمين كلهم ويكتلهم وفوتهم ويغتصبوا نساءهم. السبب الشركة النشر الصوفية. يبقى الزول الواعي منكم الدائرة الاقتصادي تصلح والناس تأكل سمح، والدائرة الأمة الإسلامية تبقى قوية ويحرر الأقصى وفلسطين وغيره وغيره وغيره، ده الزول اللي بيدعو للتوحيد وبيحارب الشرك النشر الصوفية بالمناسبة. وده بيجاوب على السؤال، يجي يقول لك أخو مسلم يقول لك أنت ما بتدعو للجهاد، ده أعظم جهاد، لكن أنت ما فاهم. إذا عقائد الناس اتصلحت الناس اللي حينتصروا على اليهود والنصارى، عشان كده قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا شنو؟ ما هي مسلم، قال أنا مسلم، يا مسلم دي عامة، يا عبد الله يعني الموحد، عبد الله ما عبد البرعي، يا عبد الله ما عبد الكباش، يا عبد الله ما عبد الصابونابي، عبد الله ما هي واحد يقول مسلم، الحديث زي كده، يا مسلم الحجر ذاته والشجر، الشجر يقول له يا مسلم يا عبد الله أنت الموحد ده، هذا ورائي، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فالبقتل اليهود هو عبد الله وليس عبد المكاشف. يبقى الدائر فيكم انتو ديل انه الامه دي تنهض وتقوى ونهزم اليهود وننشر الاسلام والمسلمين يعيشوا حياه تمام، الناس كلها ماكله وقروش وبترول وذهب، ده اللي بيدعو للتوحيد. اما الاخ المسلم اللي بيجي يقول يحك كرشته يقول لهم الامه كلها بخير، امه محمد بخير، عرفتها؟ ده الدار يجوع الامه، والله العظيم لك. فلا بد تفهم وتميز بين الحاجات دي. انت طالما بتدعو للتوحيد باخلاص وبتحارب الصوفيه والشرك باخلاص، انت الداير تكون سبب في انه الامه دي شنو؟ في الدنيا دي، خلي الاخره، في الدنيا دي تنهض. وبعدين الاخره.